فطورنا جاهز، بسم الله عليك وعي الولد. اسعد الله صباحكم بكل خير حبايبنا. هاي اليوم فطورنا فول كبدة مع ابو حسين بعد نجاح الغداء، وما صرنا شيء الحمد لله، ما رحنا لا مستشفى ولا شيء. شلون ابو حسين؟ صباح الخير. صباح النور عليك ابو راشد. الله يسعدك. ابو معاذ بيعرفوني انا ترى. ابو معاذ وابو راشد بحكي لكم قصته بعدين. ليش ابو راشد وليش ابو معاذ؟ في شلة بتعرفني ابو راشد وفي شلة بتعرفني ابو معاذ. ابو حسين من الشله القديمه اللي بيعرفوني ابو راشد. هاي البندوره وهلا بتطلع الحباشات الباقيه بقى. وهي باقي الفيلم. هاي خولد. صباح الخير خولد. صباح الخير خولد. لسه هلا فايق. هلا خالد فايق عم ياكل قطعه المرتديل، عم بفكر شو بدي اعمل اليوم، شو بدي اعمل اليوم. ما هيك خالد؟ بطل ياكل حرد. بهاراتنا فلفل وملح وسماء. لا فلفله حمرا. فلفله حمرا شلطتها. شو الغاز تعبان؟ بدها غاز قوي هي. بدها غاز ملح. الغاز ما كان قوي بصير المي. نزل مي طبعا. مقلاية أثرية، الغاز أثري. يعني مشي حالك. مشي حالك. يلا. كنا عاملين انتفاضة امبارح هون بالمطبخ. نكشي اول ولا نكشي اخر، غايتة تبيت الفول. قلبي يا ساكن صهر الليالي. بدها فيروز دنيا الصبح يا زلمة. قلبي يا ساكن صهر الليالي. اعملوا حالكم مو سمعانين عادي. الليمون شوية ملح. ايوه وين الجلافسات؟ انا بجيك جماعه الجلافسات. وين اخي؟ نحن بدنا نستمع. عم نعمل اكل لنا، نحن بدنا ننتحر. هذا اكل انتحاري. طبعا هو لازم نحن نشيل البذر. بس اطيب بذره. ايوه ايه بعرف انا. نشيل البزر. هاي بقدونس. آخر شيء زيت الزيتون. ما هيك معلمي؟ التومات لازم كنا زقيناهم. كمان كنسلنا الدق. يعني كثير في شغلات عدلناها. ما في مدقة. وما في عصارة ليمون. مشي حالنا يعني. بدنا ناكل. يعني شو موت الجوع يعني إذا ما في؟ آخر شيء نحط زيت الزيتون. إي نعم. مع شوية بهارات ان شاء الله صحتين. وهنا زيت زيتون عفرين. عفرين ايه يا سلام. اصلي اصلي اصلي. وشوف شوف قديش عم كتوا. اصلي اصلي يعني اذا جابوا من عندنا من الضيعة. ايه يعني هلا بده يبخش بدلنا بالزيتون. بزيت زيتونات. عرفت شلون؟ طعميتك زيت زيتون اصلي شغل عفرين. ايوه والله اصلي. اصلي شو بدي اصعد عن الفول. والله شغلي لله العجب. بده صورة. وخلي فطورك شامي. هاي كلمة أبو حسين. أنا العبارة اللي عجبتني عجبتني عجبتني. هون عم بيحاول يحرقنا أبو حسين. عم بيحاول يهبب المطبخ. ما عم يزبط معه. كأنه شغال الطنجرة ما حطينا لها زيت ولا شيء. ما بيأثر. هاي من كسر المعلمية. هون شو بدك تعمل؟ بيض مقلي. بيض مقلي. بيض مقلي بالطنجرة. وشو بدنا نسوي؟ ما في. ما في. أحسن شيء نعمله. هلا بندور اذا في بهارات. والله بلا بهارات اذرة. خلي ليمون بهارات. ليمون وملح وزيت زيتون على اصول. شوف اذا في طحينيه كمان. هاي المصطبه تبعنا. ايه هاي غرفه الانتاج. بس تخلص الشغله بطلعها غرفه الانتاج معلم. 50 مره صرت ننظف له الغاز بيرجع بوسخه. يا اخي والله العظيم مو شهاده بوشها الزلمه. يشهد الله علي. يشهد الله يشهد الله. الاكل بنضل نقول نحن الاكل نفس. وهذا الزلمه اذا بيقلي بيضتين نفسه طيب. هلا انت دائما صوت الدجاج والنقانق. هي معلومه. ها
حطلع دبس رمان آخر شيء بعد ما تسيبني عساس يعطيها نكهة نكهة على كيف كيفها. يا سلام. أبو حسين على فكرة شيف وأبوه شيف، أبوه شيف مطعم ست الشام عمي أبو علي، أو أحلى تحية لعمي أبو علي، والله إني أحبك بالله يا عمي أبو علي. أبو علي شيف ست الشام أبو رمان، شيف ست الشام زلمة سكرة شروة شروة محمد علي يعني أبو حسين الله يحميله يا إلهي ويكسبه الرضا. هلا طبعا نحن بعد ما خلصنا براشين شوفي عنا بطاطا من امبارح، شوفي زوايد مثل اليوم الغداء بدنا نعمله من بقايا امبارح، نعمل مقلوبة إن شاء الله إذا الله أحيانا. يعني بيدبر حاله الواحد، مفروض طالع ما تعتمد على موضوع المطاعم ونقضيها مطاعم مطاعم، يأكل الواحد تصير المعدة بعدين. بس بس كبسة جدد الله يهديك يا ابني، بطلع طيب ما مشكلة. يلا هنعمل مقلوبة اليوم بالبقايا تبع امبارح، باللحمة والبيتنجان ان شاء الله راح اعمل فيهم مقلوبة. هلا شوف بطاطا مع المحارم ما في مشكلة يا ابو رشيد. ايه عادي منيح الشعب ياكل. ايه معناته اذا ما متنا بالعشاء حنموت بالفطور. هذا فطورنا اليوم الساعة 10 عاد من الساعة 7 عم نلت ونعجن نحن قاعدين على اساس يلا قوم نساوي فطور، قوم نساوي فطور، وما كنا نقوم نساوي فطور. شغلة هلا هن سعيد منظرهم بيخوف بس طيبين اكيد طيبين وشهد شاهدهم من اهله. لا يعني هلا الغاز والله هيك مسلمين ونحن الله وكيلكم يعني هذا اساسي الشيء على الغاز. على فكره الزيت رد هب هون ها، فحاولنا ننظف قدر المستطاع الغاز تبع الشاليه هيك هو نظامي يعني اساسي. هاي هون تجهيز البيض المقلي شوي ثاني حيعصرون عصره حسين كبير هذا هو. سبعة آلاف بيضة كفر هذا يا زلمة. خليه خليه هب خليه طب شو خليه هيك ومع كمون مع كزبرة كزبرة شاهز يا براشد. يلا يا رب يا لطيف على الحكي يا لطيف على الحكي يا طحين. كل شيء بحط له شطة سورية حلبية. عنصرية. ايه عنصرية. شطة شطة عنصرية. عشان يطلع طيب. وهي الكبدة جاهزة. ما بالكم من موضوع السواد ما سواد هذا اضطراري مع دبس الرمان. بس النكهة أنا بشوف النكهة وهي فطورنا كمان اليوم برعاية أبو حسين أنا المساعد تبعه كنت ما دخلني إذا صار لكم شيء أنا بس عبدق له توم وحرك له الكبدة وحرك له الشغلات هو اللي أنجز كل شيء. ها وهي الفولات شوفوا يا الفولات فولات غير شكل السلطات والمخللات مباركة ببيت هون وينه لك ما في شيء. وهي شيفنا ابو حسين وهي فطوره فطور شلون حيكون؟ الله فطور عافيه ان شاء الله. الله يعافي قلبك يا رب. شوفوا لي هالمنظر هيك والوجوه الحسنه قال في مي وجه حسن. يلا بسم الله تفضل معنا. شو فطورنا اليوم معلم؟ اليوم فول بزيت بيض طونه ومرتديلا ومرتديلا وسود دجاج وزهره من تبع امبارح وقشطب عسل وقشطب عسل اي قشطب طايف طيب والله يديم العافيه يا رب امين يا رب. تفضل يلا تفضلوا معنا وعلى الفطور. وكان معكم شيف ابو حسين من الطائف الشفاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.